لما الأحد يكون ماسك جواله ومركز في المعلومات ومركز في الواتساب أو سناب شات أو أي شيء، لما تنادي عليه، ويمكن أستاذ عماد أيضا يوافقني النقطة هذه، لما تنادي على شخص وهو ماسك جواله أو شيء ما ينتبه لك. طيب صحيح. نقدر نصنف برضو أنه يمكن عنده شيء من التوحد. الحياة أنه هو عالميا دلوقتي طلع طراب جديد بيخص موضوع الهواتف المحمولة للكبار يعني، ولأنه هو فعلا يعني أصبح يعني ظاهرة في المجتمعات دلوقتي ان كل الناس ماشيه ماسكه الجوال وخلاص يعني. ففعلا طلعوا يعني زي تراب سيلفي اللي هو طلع فتره من الفترات. نعم. دلوقتي فعلا حاليا دلوقتي في مسمى جديد للتراب عالمي يخص موضوع الهواتف الجوال الكبار يعني. نعم. فموضوع التواصل زي ما ذكر الاستاذ محمد مهم جدا، خصوصا الاطفال يعني زي ما بيقول مثل يعني تعليمه في الصغر كان نقش على الحجر. صحيح. فأنا النهاردة أنا بعلم إيه ابني من خلال شاشات التواصل يعني، سواء شاشات التلفزيون الآيباد الآيفون الأشياء دي كلها، وأنا بعلمهش أي حاجة يعني. نعم. أنا بعلمه الانعزالية يعني. فمهم جدا إن إحنا نبعد أولادنا عن الأشياء دي يعني. في نقطة مهمة خلال سنتين من عمرهم يعني بعد سنتين ما يمسكون أي هواتف ذكية. والله أنا أقول لحضرتك يعني هو قبل سنتين هو في نقطة مهمة يعني، عالميا دلوقتي كل طفل ليه عدد ساعات معينة يشاهد فيها التلفزيون والهاتف الذكي. نعم. يعني مفترض عن سن 3 سنين مفترض لا يزيد العدد ساعات عن ساعتين في اليوم أو ساعة في اليوم تقريبا. مفترض الناس بترجع للجدول ده ونشوف حياتها حياة أطفالها ماشية إزاي، وتحاول إن إحنا إنها تنظم حياة أطفالها بما يتناسب مع الجدول ده. نعم. في حاجة مهمة جدا يعني أنا عايز أقولها. تفضل. التوحد المكتسب عدده قليل جدا. سهل جدا من الطفل يتخلص من التوحد المكتسب. الأكثر ظهورا والأكثر وجودا هو التوحد الطفل التوحدي المولود الوراثي، مولود بالتوحد مو بشرط وراثي، وهي كل يعني في افتراضات كتيرة جدا تخص التوحد حتى الآن لم يثبت فرضية واحدة صحتها حتى اليوم. لكن التوحد المكتسب زي ما قلنا هو يمكن جزء من أعداد لا تحصى.